اسمي محيلة مذيب غازي من بلدة بصر الحرير قضا درعا، عمري 60 سنة. جيت لهون بشهر 11-12 ما بعرف بأول الثورة. كنت قاعد بالدار أنا وولادي وعيلتي وفاتت الدبابات علينا، صاروا يقوسوا بالدبابات بالشيلكة. اجتني شظية، نقلوني على السويدة، راحت معي بنتي، قال ما بنفعش بدها قطع رجل، اي قطعوا لي رجل. ممتاز ممتاز جدا. رد زلمتي عقب سنة توفى، اي ظلينا هنا. واضح ان بنستنى فرج ربنا. الحمد لله. هذا اللي صار معنا، ومثلي مثايل، واستعنيات بنظر الدول كلها ارهابيين. تقدر تمشي قدامي؟ اني والله ما بعمل شيء، قاعد على هالتخت بتعب بنجعف، بحس بالتعب من الجعف بقوم، الدنيا دافية بطلع بقعد برا، الدنيا ساقعة هذا اني جوا، هذا اللي بعمله. بفكر الله يفرجها علينا وارجع التم بعيلتي وولادي واشوف ابني الغايب اذا الله نجاه، وارجع لبلدي.